السلام عليكم أصدقاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. إذا كما كتعرفوا دائما الدعم ما بغيتش نبقى نديرو مع التمارين، بغيت نديرو بوحديتو. داكشي علاش ما بغيتش نجمعو مع التمارين. إذا الدعم ومعالجة الدرسين 19 و20، يعني جوج دروس اللي درنا السابقين غنديرو الدعم ديالهم. إذا ألاحظ ولا أحيط بخط كل شكل يمثل له خط أحمر محور تمام. عندنا هنا ثلاثة الأشكال، خصنا ندوروا على الشكل اللي تيمثل لنا هذاك الخط الاحمر. هذا هو محور التماثل. حنا شنو قلنا على محور التماثل؟ يعني تعطينا واحد النقاط اللي تتباعدوا بنفس المسافه على المحور. هنايا عندي هذه النقطه وهذه النقطه وهذه النقطه متباعدين بنفس المسافه، كذلك هذه النقطه هي هذه النقطه، مزيان. هذه النقطه هي هذه النقطه، هذه النقطه هي هذه النقطه، مزيان. هذه النقطه هي هذه النقطه، وهذه هي هذه، يعني كاع النقاط متماثلين بالنسبة، عندهم نفس المسافة بالنسبة للمحور. وبالتالي هنا أحيط بخط هذا الشكل هذا ديالي. إذا هذا الشكل هذا اللي غادي ندور عليه، الخط الأحمر تيمثلنا محور التماثل. هادو لا، علاش؟ لأن هذه النقطة هذه ماشي هي هذه النقطة، الشكل ماشي متماثل. كذلك هنا الشكل ماشي متماثل، وبالتالي الشكل الوحيد اللي عندنا صحيح هو الشكل رقم واحد. إذا تمرين رقم 2، أرسم مماثل كل شكل بالنسبة للمستقيم الأحمر. إذا كل شكل عندي خاصنا نرسمو المماثل ديالو، لأن أنا عاودت الأشكال باش يبانو لنا مزيان. دونك غادي نرسمو المماثل. قلنا فاش كنبغي نرسم المماثل ديال شي شكل، كنقلب على النقاط، يعني الرؤوس ديال هداك الشكل. مثلا هنايا عندنا نقطة، عندنا هنا نقطة، عندنا هنا رأس، عندنا هنا رأس، وعندنا هنا رأس، وعندنا هاد جوج النقاط اللي على المحور بذاته. مزيان. الا بغينا نرسمو المماثل خاصنا نديرو نفس المسافة، يعني من هنا لهنايا، هي اللي غتكون من هنا لهنا، ها هي نقطة. صافي، عاوتاني عندنا جوج من هنا، جوج، ها هي نقطة اخرى، حتى هي عندها نفس المسافة. عاوتاني جوج، ها هي نقطة، وهاد المسافة بعيدة بجوج على المحور، اذا انت هنا غتكون بعيدة على جوج، وهذه بعيدة بواحد. اذا هنايا حددنا النقاط. دابا بقى لينا غير نرسمو الشكل. اذا انا باش نرسم الشكل غادي نتبع عليه. بحال هكا، واخيرا غنديرو بحال هكا. اذا هنايا رسمت انايا الاشكال، يعني الشكل المماثل الشكل الاول. غندوز للشكل الثاني. اذا قلنا غناخدو النقاط، عندنا الرؤوس اللي هما هادو، وهاد النقاط غنرسمو المماثلات ديالهم بالنسبه للمحور. اذا هاد النقطه المماثله ديالها هي هنايا، وهاد النقطه المماثله ديالها هنا، وهنا غنحسب 1 2 3 4، 1 2 3 4. اذا المماثله ديالها هنايا، هذه كذلك بعيده ب 4، 1 2 3 4 المماثله ديالها هنا، هذه المماثله ديالها في واحد هنا. يبقى لي الكارو، عندي مماثله هذه هنا، 1 2 3، 1 2 3، هنا كذلك حتى هي 1 1 2 3. اذا انا رسمت الاشكال ديالي. غادي نشوف هذا الشكل الاول هو اللي غنرسمو، اللي عباره عن مربع اللي هو هذا، ومن بعد الاخرين غادي نربطهم كما دايرين في الشكل. اذا غنجي لهنايا، غادي نجي لهنايا، غادي نطلع حتى لهاد النقطة، وغادي نجي حتى لهاد النقطة، ومن بعد غادي نجي لهاد النقطة الأخيرة، وتنتسمى أنني رسمت المماثل ديال الشكل الثاني بنفس الطريقة. إذا عندنا نقطة هنا، نقطة هنا، نقطة هنا، نقطة هنا، نقطة هنا. إذا الريوس كاملين ديال الشكل كنحددهم، من بعد كنرسم المماثل. إذا هنا بواحد، هيا كنطلعوا بواحد، هيا كنزيدوا بواحد هنا، كنرجعوا بواحد هنا، هنا 1 2 3 4 5، 1 2 4، 1 2 3 4. هنايا عندي هنايا 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، عندنا واحد هنايا. دابا انا حددت النقاط ديالي، دابا غيبقى ليا غير نتبع على الشكل ديالي. اذا غنجي من هنا، غادي نجي هكا، غنطلع الفوق، غنجي هكا، غنهبط، غادي نمشي وغنهبط حتى الخط لتحت تاني، وغادي نجي لهذا، وغادي نطلعو هكا. اذا هنايا هادشي ديرو نتوما بالمسطره. اذا حتى لهنا رسمت الشكلين ديالي او الاشكال المماثله لنفس المحور اللي هو المحور الاحمر. اذا بالنسبه للسؤال رقم 3، جو تراس لاكس او لي زاكس دو سيميتري دو شاك فيغور. اما غادي نرسمو
اما محور واحد او بزاف ديال المحاور تماثل ديال كل جسم. الا كان عنده بزاف فغنديروا ليه بزاف، كان عنده واحد غنديروا ليه واحد. هنايا الا بغيت ندير محور التماثل كاينه طريقه واعره. غادي ناخذ هذه النقطه، هذه باردون، هذه النقطه مع هذه النقطه، وغندير المنتصف ديالها غيجيني هنا، عاوتاني هذه النقطه مع هذه النقطه، والمنتصف ديالها غيجيني هنا. وهنايا عندي نفس الاشكال، اذا هذه النقطه وهذه النقطه نفس المنتصف، غادي نسطر واحد الخط كيدوز من المنتصف ديال القطعه بحال، وهذا غيولي هو المحور التماثل ديالي. انا ما جبتوش نيشان، علاش ما جبتوش نيشان؟ حاولوا نتوما تجيبوه نيشان. اذا هذا المحور التماثل ديالنا، غندوز لهذا الشكل. كنلاحظ بان هذه الاشكال هذوك، هذا دائره وهنا مثلث. هذا المثلث غادي ندير هذه النقطه وغندير هذه النقطه وغندير واحد الخط بيناتهم بحال هكا، في المنتصف ديالها غيدوز من هذا المنتصف ديال القطعه. يلا اذا غادي نديرو المحور ديالنا بحال اذا هذا هو المحور التماثل، كاين غير واحد مزيان. واه نفس الشكل هذا غيدوز هذه النقطه، غدوز من هذه النقطه حيت عندنا هذه كتشبه لهاد القطعه وهاد القطعه كتشبه لهاد القطعه. اذا ندوزو بالمنتصف واحد الخط بحال هكا اللي هو محور تماثل واحد. من بعد ما غنضرب الورقه غادي يجي هذا الراس، هو هذا الراس. هذا الشكل هذا غيكون عنده حتى هو محور واحد، ما نظنش غيكون عنده بزاف، والمحور غيدوز من المنتصف ديال هذه ومن هذا الراس، غيدوز بحال هكا. اذا هذا هو محور تماثل ديال الشكل ديالي، ما كاينش اكثر من ما كاينش، ما عندهمش بزاف. اذا شكل واحد، المحور هو اللي درنا باللون الاحمر. اذا اكزرسيس نيميرو 4، قبل ما نبدا ان شاء الله، الى عجبك المحتوى وحسيت بان القناه كتعطيك شي حاجات مفيده والفيديو كيستحق لايك، ما تنساش تشبرك لنا على لايك. اذا بوغ اوغانيزي اون فيزيت اي كونيتر لي زوندروا بريفير دي زونفون، باش نديروا واحد الزياره ونعرفوا داكشي اللي تيبغيو الاطفال. اون في اي ان غارسون سو سون بورتي فولونتيرمون، واحد جوج ديال الاطفال يعني خرجوا منهم لذاتهم يعني فولونتير. اي شاكان دي دو انوتي دي ريبونس دون شاك دون زان غرافيك كوم دوس. اذا كل واحد من دوك الاطفال حاول انه يدير الجواب ديالو ولا يدير لونكيت كما كنسميو على هادشي. اذا النومبر ديال لي زونفون، وهنايا الاماكن لي زون دغوا اللي دزنا ليهم، دزنا لا بلاج، دزنا الجاردان، لا فوغي و لا ميوزي. لا بلاج هو البحر، مشينا للغابه، مشينا سميتو المتحف. اذا السؤال اللي مطروح ليا هو كيلي لون دغوا بريفير دو لا ماجوريتي دي زونفون، شنو هي المكان اللي تفضلوا الاكثر ديال الاطفال. الا بغينا نعرفوا شنو هو لوندروا، تنجيو لعند اكبر الميبيان، تنشوف الاعمده اكبرهم يعني اللي عنده العدد الكبير ديال الدراري. اذا هذا عندنا عدد كبير ديال الدراري هو 11. اذا هنايا شكون هو لا بلاج؟ اذا لا دروا بريفيري هو لا بلا لا بلاج. اذا لا بلاج يفضلوا الدراري يمشيو للبحر، احسن بزاف. اذا وكي لي لوندروا لو موان بريفيري، شنو هو المكان الاقل اللي ما كيبغيوش الدراري يمشيو ليه بزاف، اللي هو في الميبيان عندنا اللي هو اقل سميتو هذا اقل عمود اللي هو لا ميوزي. دونك هنا غادي نكتبو لا ميوزي. اذا لا ميوزي المتحف هو اللي ما كيبغيوش الدراري يمشيو ليه بزاف. اذا حتى لنا اعزائي تنتمنى انكم استفدتم مزيان. موعدنا في الدرس 21، سال الدعم ديالنا، خليكم على خير، السلام عليكم.